اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال طقس اليوم غد الاربعاء. غادي يبقى الطقس حاري لمحلي وجيد حار بكل من الجنوب الشرقي والاقاليم الجنوبيه وحار بسهوله الداخليه، كما غادي تلاحظ انتشار سحب منخفضه كثيفه بعض الشيء بالقرب من السواحل مع تكون كتل ضبابيه محليه وتظهر بعض السحب غير المستقره شيئا ما خلال الظهيره والمساء فوق مرتفعات الاطلسين الكبير والمتوسط والتي ستكون مرفوقه ببعض القطرات المطريه وبرعد محلي، حيث من المحتمل ان تصل الى الجنوب الشرقي والى الهضاب العليا الشرقيه. غتكون سماء غائمة جزئيا جنوب شرق الأقاليم الجنوبية وصافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، أما الرياح فغادي تهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، بينما غادي تهب من القطاع الشمالي أي شمالية غربية بباقي الأرجاء الأخرى. الآن خليكم مع درجات الحرارة. نسبة مدينة طنجة غادي صافر 24 درجة، 21 مدينة وجدة 23 درجة، بفاس 22 بالرباط 21 درجة، بدار البيضاء 22 في مكناس، مراكش غادي صافر 21 درجة، 20 درجة في مدينة أكادير و 19 درجة في كل مدينتي العيون والداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل، كيضم التلفاز الإلكترونية، الجريدة الإلكترونية، شوف سبور، المرأة تي في وأسبوعية المشعل. آخر المسجدات كتوصلوا بها مباشرة من كتأنستاليو التطبيق ديالنا، والأكيد أنكم كتطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الأندرويد يكفي أنكم تدخلوا البلاي ستور وفي لاباغ دو ريشيرش تابيو شوف تي في وهي الابليكاسيون عندكم. جديد الأخبار وسكوبات بالصوت والصورة، برامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفرة في الابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على أخبار حصرية ومثيرة في عالم الرياضة بالصوت والصورة. شوف تي في، آخر الأخبار بين يديك بسامبل كليك.